خلينا نتكلم عن الطفولة، نرجع للطفولة. أريد حضرتك تتخيلين أنه أنت الآن أمام الطفلة عواطف نعيم، الطفل عواطف نعيم، كيف كانت؟ كيف كانت تشعر؟ شلون طفولتها؟ أريد تتكلمين عن كل أيام الطفولة بسعادتها بحزنها إن كانت موجودة. أنا والحمد لله عشت طفولة جميلة بأمانة. أنا عندما ولدتني أمي رحمة الله عليها كانت الله تتوقع أن يكون المولود ذكرا، فجاء بنتا أنثى، فكانت أيضا شعري كله تلمة حتى تعاملني معاملة الذكر، وكانت تلبسني ملابس الصبيان، وكان أذكر خالي ياخذني معاه حتى أتعارك مع الصبيان، فكان حتى ما يطلقون علي اسم عواطف، كانوا أكثر الأوقات يصيحوني عاطف عاطف عاطف، لذلك كان عندي نوع من خشونة ونوع من وقاحة في تلك الفترة. وكانت أنا البيت بنساء، كان 5 خالات، 5 خالات مدللات يدللوني أنا أيضا، وكانوا الجيران يحبوني لما أطل عليهم، لأن أنا خصوصا من بديت أتعلم القراءة والكتابة كنت أروح خطية سود علي أقعد وأخطب براسهم، نورية الخبازة أروح لها وأخطب براسها، وبنات عندها بنات لطيفات بعدهن عوانس خطية يعني فاتن سن الزواج، كنت أنا طفلة صغيرة وقاعدة أخطب وهم يسمعوني ومتونسين على هاي اللي قاعدة تخطب، شوفوا عواطف شوفوا إنت تسوي. فكنت محاطة في منطقة باب الشيخ فضوة عرب في عوائل عراقية جميلة تحيط بي وتحترمني وتحبني وتعرف أني يعني منو بثمن، جدي منو، جدي بيت رزوق العيفان، هاي بيت أبو النخلة، النخلة جابها جدي زرعها على اسمي سماها عواطف ومشت. فشنت ما بين عاطف الذكر وما بين عواطف الأنثى، كنت موزعة ما بين الاثنين، لكن كان أكو محبة. يمكن دكتورة أقاطعك، هذا السبب اللي خلاك تكونين امرأة قيادية؟ نعم هذا جزء، هذا جزء عاطف هو اللي خلى عواطف تكون امرأة قيادية، لأن كان عاطف وكح، عاطف وكح ويدخل في قتال ويدخل في صراعات مع الآخرين، عاطف يقود الشباب هذول الصغار الصبيان، عاطف ياخذ البصل يقعد يشوي لهم، عاطف يصيد هاي العصافير حتى يقعدون يشوها، صوري كنا نجيب العصافير وناكلها، عاطف يروح ويا جده ينام على ذراع الجد في مقبرة الغزالي، لأن كان جدي حارسها مقبرة الغزالي، تصوري هذه المقبرة يحولها جدي الله يرحمه رزوق العيفان يحولها إلى أنسنة، لأنسنها ليسوا أموات وإنما مرد وجن وسحرة ونساء جميلات وحلم. كان يسولف لي والسوالف هي يمكن ربما كانت لها جزء كبير في خلق المخيلة وإطلاقها، عدم الخوف، الرغبة في أن أكون موجودة. أمي كانت عندها قدرة على السوالف والغناء العذب، صوتها كان عذب، فكنت أسمعها وهي تغني، أسمعها وهي تسولف لي، كل هاي خلقت عوالم، شحتت هاي المخيلة. ما تذكرين الغنوة اللي دائما دندن بها الوالدة؟ أمي كانت تقول يوم أكون 10 من البنات 10 وأقول قولي قليلاتي عالطوفة يما الله الله. أمي أنا ما أنسى صوت عذب جميل، كانت تغني أغاني حلوة، وكانت هي تطرز الإطار الكبير وتخلي عليه العبي الرجالية، وكانت بالكلبدون تطرز عبي جميلة فخمة، العبي الفخمة الجميلة كانت تقعد تطرز، أنا كنت أقعد يمها ألعب بالكلبدون، هاي بكرات الكلبدون، وكانت من تروح مثلا تشوي السمك وتخبز هي، أنا أقف يمها على يم التنور حتى تشوف هي تخبز ويحمر تحمر خدودها وتتحول إلى آية من الجمال، هي جميلة. لو ربما دكتورة قبال أختي أخذت كثير من ملامح أمي وطولها وقوامها أكثر مما أنا أخذت من عندها. تحياتنا الدكتورة قبال. الله يعني. طيب.